أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالإسهامات المتميزة لمنتسبي المدارس ومبادراتهم الإبداعية في مختلف المجالات والإنجازات التربوية التي تم تحقيقها على مستوى الخليج العربي بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدا حرص الوزارة على تشجيع الكفاءات التربوية وتحفيزها للمشاركة في المسابقات المحلية والخارجية وتكريم المشاريع الحاصلة على مراكز متقدمة في تلك المشاركات. خلال لقائه مع عدد من منتسبي المدارس الفائزة في المسابقات التربوية التي أقيمت على مستوى الخليج العربي، أكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على تشجيع الكفاءات التربوية وتحفيزها للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية. وقد التقى الوزير منتسبي المدارس الفائزة وهي مدرسة الحدة الثانوية للبنات ومدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات وكذلك مدرسة النور الثانوية للبنات. وخلال اللقاء استمع وزير التربية والتعليم إلى شرح حول المشاريع الفائزة في تلك المسابقات منوها بالجهود المبذولة للحصول على تلك المراكز المتقدمة ومتمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. كان هذا اللقاء فرصة طيبة لتكريم المدارس على جهودها التي بذلت لتحقيق إنجازات على مستوى الأنشطة الطلابية، وهذا يؤكد بأن وزارة التربية والتعليم تعتبر هذه الأنشطة جزءاً أساسياً من المنهج الدراسي، والنتائج بيّنت أن كل ما عملته وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي من أنشطة انعكست على الطلبة بكل إيجابية، وبالتالي رعت مواهبهم وتقديرهم لجميع المشاريع التي يقومون بها. هذه المشاريع تؤكد أيضاً في نفس الوقت أن نملك كفاءات ومواهب نسعى دائما لتطويرها من خلال مركز رعاية الموهوبين أو من خلال المدارس. شاركنا في مبادرات المكتب التربية العربي، شاركنا بثلاث مبادرات. المبادرة الأولى كانت عن تأليف القصص، والمبادرة الثانية عن الذكاء الاصطناعي اللي هو المعقم، والمبادرة الثالثة عن الروبوتكس. ولله الحمد كلها مبادرات طلابية من أعمال بناتنا الطالبات، فزنا في مراكز الأولى في الثلاث. دور وزارة التربية كبير جدا في دعم المبادرات الطلابية وتطور الشخصي لطالباتنا. المبادرة الأولى هي كانت عن تميز المدارس، طبعا كانت بعنوان زنوبيا ملتقى الإبداع. المبادرة الثانية تتعلق كانت للمعلمات، وهي اللي تخص دور المعلم في عمل درس تفاعلي. المبادرة الثالثة اللي هي الروبوتكس وفازت فيها طالبة مع معلمة، والمبادرة الرابعة اللي هي أفضل مشرف تفاعلي في الموقع نفسه. طبعا هذا المشروع هو ثمرة تضافر جهود جميع منتسبي المدرسة لمدة عامين لإبراز الأداء المتميز للطاقم التعليمي والإداري بالمدرسة لمواجهة جميع التحديات وأبرزها كانت جائحة كورونا. هذه مجال المبادرة عن الروبوت والذكاء الاصطناعي، أما وصفها فهي عبارة عن تصميم جهاز روبوت متحرك ينطق بعبارات تحفيزية تشجع الطالبات على القراءة تعزيزا لمشروع تحدي القراءة العربي. هذا وفازت مدرسة الحدة الثانوية للبنات بثلاث جوائز في الدورة السادسة لمسابقة مبادرة المدارس الصديقة لمكتب التربية العربي لدول الخليج في فئة مبادرة الطلاب، فيما فازت مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات بأربع جوائز في نفس المسابقة. احنا الحمد لله في مدرستنا نسعى أن نحقق رؤية مملكة البحرين 2030 للتنمية المستدامة، وايضا الطالبات يعني نحاول المعلمات دائما يشجعونهم في المشاركه في المسابقات على اساس ان التنميه الشخصيه لهم، والحمد لله قدرنا نرفع اسم مملكه البحرين على مستوى دول الخليج العربي للمشاركه في هذه المسابقه. طبعا الحمد لله فزنا بالمركز الثاني للمره الثانيه، وطبعا المشروع كان عباره عن انتاج الطاقه الكهربائيه من جذور النبات. هذا المشروع باختصار يختبر او يعتبر كمحاوله علميه لاختبار مصدر متجدد للطاقه وهو النبات. طبعا اجرينا عديد من التجارب على هذا الموضوع وحققنا نتائج مقارنه بالبحوث السابقه مقبوله ومعقوله يعني، فهذا الانجاز يعتبر انجاز مشترك ما بيننا وبين المدرسه والمعلمات وبدعم من
كافة الجهات. وفخر كبير أن احنا نشرف البحرين على مستوى الخليج. حابة أشكر وزارة التربية والتعليم على جهودها المبذولة. كما فازت الأستاذة كفاءة المحمد بجائزة أفضل مشرف نظام، أما مدرسة النور الثانوية للبنات فقد فازت بالمركز الثاني في مبادرة ابتكار الكويت لأبحاث ومشاريع الطالبات مسابقة الشيخة فادية سعد الصباح العلمية على مستوى الخليج العربي.